عموما برضو تعالوا نتكلم بشيء من التفصيل عن هذا القرار وخلفيته وجدواه وبدء التنفيذ فيه ابتداء من امتى بالظبط. كل ده هنتكلم فيه مع دكتور محمد صفي الدين، استشاري الاعداد النفسي الحياتي للمنتخبات القوميه. يا دكتور صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل عليك جميعا ان شاء الله. اهلا صباح بيك. لو حضرتك متابعنا من شويه كانت نهاوند بتقول، وده حقيقه وواقع ملموس، احنا يمكن من اكثر البرامج اللي اتكلمنا باستفاضه على اهميه التاهيل النفسي، وكثير ما كنا بنندهش من عدم وجود متخصص في هذا الاطار. فطبعا طبقا لرؤيه حضرتك اهميه صدور هذا القرار وانعكاساته على اللاعبين سواء في الالعاب الفرديه او الجماعيه. طبعا قرار مهم جدا، واولا صباح الخير على حضراتكم وبشكركم، انت من اوائل الناس فعلا والقنوات اللي كنت بتفوكس على الموضوع ده وقت اتكلمنا فيه كذا مره مع بعض في الاستوديو. من اهم الحاجات اللي كان يعني ممكن تواجه اللاعب الناحيه النفسيه، مش بس في البطولات، احنا بنتكلم في بدايه السيزون، في نص السيزون، في وقت لو في تاهيل اتاخر شويه للاولمبيكس، في وقت الاولمبيات نفسها كنا بنتكلم ان ليها تحضيرات معينه. ممكن اللاعب فعلا كان يبقى جاهز 100% من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه ومن كل حاجه، بس نيجي عند الناحيه النفسيه كانت بتبقى عنده فيها مشكله. صحيح. فطبعا بشكر دكتور اشرف صبحي ووزاره الشباب والرياضه، هم يعني داعمين دايما لينا من زمان وبقى لهم فتره كبيره جدا احنا بنتكلم في الموضوع دوت. وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضه مهمه، كان في سبب في اولمبياد طوكيو دكتور اشرف كان بيساعد جدا في موضوع الاعداد النفسي، دلوقتي الحمد لله ان هو الموضوع بقى رسمي ومقنن في كل الاتحادات. فعلا يعني هيرفلكت جدا جدا على كل اللاعبين ان خلاص احنا يعني عايز المثلث اكتمل. حضرتك فاهم ان المثلث خلاص التدريبي اكتمل، مفيش حاجه هتنقص اللاعب. في لعيبه كتير بتبقى عندها مشكله في الناحيه النفسيه بسبب ان احنا في البطولات نفسها، ليله البطوله بعد لما بيكون خلاص هو عمل كل حاجه وهيلعب الصبح، عقله بيقعد يفكر. احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الاوفر ثينك والتفكير الزايد. دكتور محمد حضرتك معانا؟ حضرتك معايا كده؟ هو الصوت كويس بس قطع شويه، معلش اتفضل. طيب حضرتك معايا كده؟ كويس اتفضل. سامعيني كده افضل؟ يا فندم سامعيني يا دكتور. اتفضل. فبقول لحضراتكم احنا كان يعني كان في بطولات كتيره كنا رايحين نكسب ونخلص قبل كده، وكان مثلا ممكن ليله البطوله بسبب ان اللاعب بيفكر، عقله بيفكر هعمل ايه بكره، طب هكسب طب اخسر، الافكار اللي ممكن تضر اي حد. صحيح، الضغوطات الطبيعيه يعني. صحيح بالظبط، الضغوط طبيعيه جدا، فكانت دي ممكن كانت فعلا ممكن تضر اللعيب او ممكن نخسر البطوله. فالحمد لله جدا ان بقى ده مقنن بشكل رسمي، وجود معد نفسي في كل اتحاد وفي وقت كويس جدا. احنا معانا ان شاء الله سنه اهو ان شاء الله على الاولمبياد بالظبط، احنا معانا سنه لباريس، فباذن الله يبقى ليها صدى قوي جدا 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 باذن الله في كل المجالات الرياضيه مع اللعيبه او كمان مع البارالمبيك، ده مهم جدا باذن الله. طبعا طبعا. صحيح. طيب انا عندي سؤال برضو، لو حضرتك عندك معلومه، يعني التاهيل النفسي طبعا بيكلف، فلما كنا بنتكلم في الملف ده في الفتره اللي فاتت كان رؤساء الاتحادات المختلفه بيقولوا لنا مش كل اتحاد يقدر على هذه التكلفه، فهل بقى دلوقتي مع القرار الصادر من دكتور اشرف صبحي ازاي هيتم توفير البادجت لده؟ يعني ده برضو سؤال مهم. بصي اقول لحضرتك على حاجه، هو مش مكلف التكلفه القويه جدا، هو يعني هو مش تكلفه بمعنى تكلفه، هي الفكره بس ان يكون في بند جوه الاتحاد او في الجهاز الفني ليه علاقه بالمعد النفسي زيه زي المدرب او زي اي اعضاء الفريق الجهاز الفني. الفكره ان قبل كده ما كانش فيه المسمى ده، فكان الاتحاد ان هو يجيب معد نفسي كان مثلا بيتابعونا مره او مرتين، مش بشكل دايم. ان يبقى موجود داخل المعسكر، ان يبقى موجود مع اللاعب في البطولات اللي اللعيب بيحتاجها. شايف ان هي مش التكلفه الصعبه، لكن لما دكتور اشرف خلاص يعني اكد المعلومه بقى ده شرط اساسي موجود في الجهاز الفني. وانا اتوقع ان الموضوع ان شاء الله مش هيبقى فيه صعوبه كبيره باذن الله في كل الاتحادات، مش يعني، وخلي بالك حضرتك، بس هو مش 6 7 اتحادات بس، ده هو يعني انا عارف ان القرار تم نشره على جميع الاتحادات الرياضيه. هو لازم يبقى فيه قرار فعلا صادر عشان يتم تطبيقه ويبقى ملزم. بس الشق الثاني المهم برضو حضرتك، ده بقى اختصاصك دكتور محمد،
يعني التقبل المجتمعي وتقبل اللعيبه ده، لان مش كل اللعيبه عندها المنتاليتي اللي هو انا محتاج استشاري نفسي، انا محتاج تاهيل نفسي، مع ان كل العالم عامل الخطوه دي ومن زمان. وبطبيعه الحال لما يبقى فيه لاعب مثلا مصاب وقعد بعيد عن الملاعب 6 شهور او اكتر، لما يبقى فيه مثلا فريق اتهزم وراجع من موسم جديد، كل ده وغيره وغيره من الامثله بيبقى محتاج تاهيل نفسي، مش بس تاهيل بدني وفني. فالمنتاليتي لسه مش كلها وصل لها هذه المعلومه. ازاي حضراتكم بتشتغلوا على الملف ده او النقطه دي تحديدا؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه بصراحه، يعني احنا كلنا محتاجين تاهيل نفسي، يعني كل الناس محتاجه تاهيل نفسي، مش اللاعب بس، يعني اللاعب، المدرب، الاتحاد، كل الناس محتاجه تاهيل نفسي. صحيح. ودي حاجه مهمه لينا كلنا. احنا بنشتغل على ده ازاي؟ طبعا من خلال احنا بنعمل ورش عمل دايما او ورك شوب حسب المكان اللي احنا رايحينه او النادي الفريق. انا نفسي لما بيتم دعوتي ان انا مثلا هعمل تاهيل نفسي مع الاتحاد، بحاول في الاول اقعد مع الجهاز الفني قبل ما اقعد مع اللعيبه، وبعد كده بحاول اقعد مع اللعيبه افهمهم، عشان في بعض اللعيبه عندهم مصطلحات مغلوطه عن المعد النفسي. صح. في ناس بتخلط بين الطبيب النفسي والمعد النفسي، وبيبقوا فاهمين ان انت طبيب نفسي فهتديني ادويه، يعني ده المصطلحين مختلفين عن بعض تماما. بس الكلام ده كان المفروض انه يعني الكلام ده كان قديم قوي يا دكتور، يعني ازاي لغايه النهارده في لعيبه يعني عندها الانطباع بكده، يعني ابو مش قادره تميز او تفرق ما بين المعد النفسي الرياضي وبين الطبيب النفسي اللي بنروح له عشان عندنا مشاكل نفسيه. بالظبط. هو الحمد لله من بعد طوكيو الموضوع بقى افضل بكتير، لكن في بعض الناس لسه شويه عندها الفكر ده. فاحنا طبعا لازم، انا عن نفسي لما بيتم دعوتي او شغل مع اي جهه لازم في الاول بفهمهم احنا بنعمل ايه والشغل ايه وهيفيد اللاعب ازاي. بس عايز اقول لحضرتك الموضوع اختلف عن زمان تماما، ان اللاعب خلال ما قعدنا معاه اول بس نص ساعه هو فاهم انت دورك ايه او هتساعده ازاي، بيبدا نتوكل على الله والموضوع بيفرق تماما في كل حاجه. ان شاء الله يفرق كمان بشكل ملحوظ للكل، ونسعد بهذا المستجد في دنيا الرياضه ان شاء الله. باذن الله ربنا يكرمنا، يعني يا مسهل ميداليات باذن الله كمان، يعني افضل بكتير ان شاء الله. يعني انا متفائل خير والله، يعني يا مسهل الحال ان شاء الله. يا دكتور ده اللي كلنا بنحلم بيه. بنشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا جدا جدا دكتور محمد.